هاجم عمر حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسبب تبريره لعدم دعوة والده حسن يوسف للمهرجان بأن حسن يوسف حرم الفن في وقت من الأوقات. وكتب عمر حسن يوسف على الفيسبوك: متخيلين إن فنان كبير زي حسين فهمي يتسأل عن عدم دعوة فنان كبير بحجم الفنان حسن يوسف من أعمال وتاريخ كبير؟ محدش فينا يقدر ينسى حسن أبو علي اللي معظم بنات زمانه والأجيال اللي بعده كان فتى أحلامهم، وإن معظم فتيات جيلنا كان نفسه يعيش فترة شباب حسن يوسف. ومش بس كده، حسن يوسف تاريخ كبير في التمثيل وحرفيا مدرسة فن. يطلع فنان كبير يقول أصله بيقول إن الفن حرام. حضرتك حسن يوسف لما عمل زهرة وأزواجها الخمسة عمل ده وهو كبير. واختتم كلامه بقوله: أظن الفنان حسين فهمي محتاج يعتذر للفنان حسن يوسف. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. قال الفنان الكبير حسن يوسف مؤخرا ان ابنه الفنان عمر حسن يوسف لا يزال يكتب مشروع الفيلم التسجيلي الذي يتناول مسيرة حياته وحياة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبحث عن جهة لتمويل هذا المشروع وانتاجه حتى يخرج للنور. واوضح حسن يوسف في تصريحات خاصة لليوم السابع ان ابن عمر استأذنه هو وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي ليقوم بهذا المشروع، وأنه موافق بشرط أن يكون فيلما تثقيفيا وتسجيليا وليس به تمثيل، مؤكدا أن ابنه عمر يكتب الفكرة وتفاصيلها بتمهل وتدقيق شديد. ونفى الفنان الكبير ما تردد من أن هذا المشروع سيكون عودة لزوجته المعتزلة للتمثيل مرة أخرى، قائلا: المشروع هيكون فيلما تسجيليا وثائقيا، واتفقنا مع عمر انه مش هيجيب حد غريب يصور، ولكن سيكون هو المحاور والمصور، ونكون نحن على طبيعتنا في البيت، وحتى يسهل لشمس التحدث والتحرك بطبيعتها كأم وزوجة دون ان يكون هناك اي تمثيل، وننتظر حتى ينتهي عمر من مسلسل يشارك بالتمثيل فيه. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. لفت الفنان حسن يوسف الانظار اليه اثناء حضوره حفل توزيع جوائز نايل دراما برفقة ابنته نريمان في ظهورها الاعلامي الاول. الغريب في الامر انه لدى وصولهما ظل الفنان حسن يوسف يؤكد ان الفتاة التي معه ويستند عليها هي ابنته نريمان، حيث كان يسير مستعينا بعكاز، فصعد على المسرح وهو ممسك بها، ووجه الشكر للقائمين على الحفل وللحضور على استقباله بحفاوة. كما تظهر في إحدى الصور ابنتهما ناريمان مع والدها أثناء حصولها على درجة الماجستير في لندن، حيث حصلت الابنة على شهادتي ماجستير ودرجة دكتوراه من لندن. وهنشوف دلوقتي صور تانية برضو نادرة جدا جدا، حيث انفردت عين بنشر مجموعة من الصور العائلية الخاصة للفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، حيث اختص عين بمجموعة صور لهما لم تنشر من قبل. وقال الفنان حسن يوسف أن علاقته بزوجته شمس البارودي بدأت بخناقة عندما كان يشتركان لأول مرة معا في بطولة أحد الأفلام، فتأخرت شمس عن التصوير واتصل بها لكونه بطل العمل ليسألها: اتأخرت ليه يا شمس؟ فانفعلت عليه قائلة: مين حضرتك؟ وانت مالك انا اللي يكلمني ويسألني المخرج او المنتج؟ ولم تذهب شمس البارودي للتصوير ولم تكمل الفيلم، ليلتقي للمرة الثانية في فيلم حكاية ثلاث بنات، وبعده فيلم رحلة حب الذي تم تصوير مشاهده في سوريا، حيث تعيش عائلة شمس البارودي هناك. بدأت قصة الحب بينهما وتقدم للزواج منها وتزوجها في 8 فبراير 1972، واشترك في بطولة عدد كبير من الأفلام، حتى قررت شمس البارودي الاعتزال نهائيا عام 82 وتفرغت لعائلتها وعباداتها. ومن خلال ألبوم الصور الذي تنفرد عين بنشر الحياة الشخصية والعائلية لشمس البارودي
وحسن يوسف تظهر صور حفل زفاف الحبيبان والتجمعات العائلية التي تحرص الأسرة عليها خلال المناسبات، ومنها شهر رمضان، كما يظهر ابنهما الفنان عمر حسن يوسف خلال أحد حفلات تكريم والده، وعدد آخر من الصور للتجمعات العائلية لشمس وحسن يوسف. في فبراير عام 1972 تزوج الفنان حسن يوسف من الفنانة شمس البارودي، لكن بعد ذلك بشهرين تم الطلاق، وحاول حسن يوسف العودة إلى لبلبة التي كان قد تزوجها سابقا ولم تنجح المحاولة. في نفس الوقت كانت هناك قصة حب بين شمس البارودي والمخرج الشهير حسام الدين مصطفى، وتأهب الجميع لإعلان الزواج، وبدأ فعلا في تجهيز عش الزوجية. ولكن فجأة ظهر حسن يوسف من جديد ليعيد شمس البارودي إلى عصمته في يوم 20 مارس 1973، ليستمر الزواج حتى الآن. هكذا فشل مشروع زواج حسام الدين مصطفى من شمس البارودي، والتي كانت قد تزوجت قبل حسن يوسف من الأمير خالد ابن سعود في سبتمبر عام 1969، لكنه انتهى بالانفصال لتقابل حسن يوسف في فيلم رحلة حب. هذه الصور النادرة تظهر حسام الدين مصطفى وشمس البارودي خلال فترة الخطبة التي لم تكتمل، وكان حسام قد انفصل عن زوجته الفنانة نيلي التي تزوجها وقدم معها عدة أعمال ناجحة. هنا حسام الدين مصطفى مع شمس البارودي في لقطات نادرة جدا أيام خطبتهم بعد طلاقها من حسن يوسف. ده حسام الدين مصطفى، وهنا ده حسن يوسف مع شمس البارودي. صور من أفلامهم. دي نيلي كان متجوزها حسام الدين مصطفى، وطلب يد نيلي في الكاف دوروا. دي صور نادرة برضو جدا بعد طلاقهم. خطب شمس البارودي ولكن لم يتم الزواج. شمس فاجأت الوسط الفني بقرار اعتزالها وارتدائها الحجاب وهي في قمة تألقها الفني، متفرغة للدروس الدينية، وابتعدت عن الأضواء ولم تظهر إلا في مناسبات أخيرة مع زوجها حسن يوسف وأبنائها وهي بحجابها، وبدا عليها احتفاظها بملامحها. من ناحية أخرى، تعرضت الفنانة المعتزلة شمس البارودي للعديد من الشائعات والمضايقات التي تلت فترة اعتزالها الفن منذ ما يقرب من 30 سنة، ولعل خلعها عن النقاب بعد 20 عاما من ارتدائه كان الحدث الأكبر لهذه الشائعات والتصرفات الاستفزازية عن طريق محاصرتها بمشاهد من أفلامها. البارودي كشفت عن سر خلعها عن النقاب الذي مضى عليه 7 سنوات قائلة: في بداية التزامي قابلت الشيخ الشعراوي وعرفت منه أن النقاب فضل وأنه لا يفرض ولا يرفض، ومع ذلك ظللت أرتديه حتى بعد أن عرفت أنه ليس فريضة، وقلت لنفسي لماذا لا أستزيد منه، وكنت سأسافر لابنتي في إنجلترا وكان هناك تضييق على المسلمين وتخوف من النقاب بسبب تفجيرات لندن. الفنانة المعتزلة أكملت حديثها بأنها سألت الشيخ يوسف القرضاوي عن النقاب أن الأصل في الإسلام هو كشف الوجه، وحينما عدت التفكير في مسألة النقاب ووقر في قلبي أنه ليس فرضا فقررت خلعه واكتفيت بالحجاب الذي فرضه الله على المرأة المسلمة بملابسها الفضفاضة. البارودي أضافت: لا أنكر أني أحب النقاب، حتى إنني عندما أسافر إلى السعودية أرتديه لأنه السائد هناك، وأرتديه في المرات القليلة التي أخرج فيها دون رفقة زوجي ومعي السيدة التي تساعدني حيث لا أخرج وحدي مطلقا. الفنانة شمس البارودي لها صلة قرابة بنجمتين من أشهر نجوم الوسط الفني حاليا، فهي خالة الفنانة الجميلة غادة عادل وعمة الفنانة ريم البارودي. البارودي اللي فوق على الشمال وغادة عادل تحت على الشمال. وإليكم حوار خاص جدا معها تكشف فيه أسرار نقابها وحجابها: لماذا خلعت النقاب أخيرا واكتفيت بالحجاب؟ أنا ملتزمة بالنقاب منذ 22 سنة، واجتهدت وقرأت وتعلمت وما زلت أتعلم، وعندما كنت أصغر مما أنا عليه الآن استشعرت وجوب تغطية وجهي عندما كان وجهي فتنة، وحتى الآن أخرج من بيتي بالنقاب وهذا ما يريحني ويسعدني في ابتغاء
مرضاة ربي، ولكنني الآن أكشف وجهي في بعض الأحيان للضرورة، يعني مثلا أكتب كتاب ابني محمود في المنزل والعائلة مجتمعة والصور تذكارية ومناسبات اجتماعية أخرى.